ازيكم يا جدعان؟ فيديو جديد طبعا، مش محتاج اقول لكم. دايما انا بغيب فتره اخر الشهر ديت ليه؟ لان ده دايما بيبقى السبب معروف، وانتوا تقريبا انا قلت لكم 400 مره، وهو وي. فالنهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو حمام المياه السخنه للزواحف. طبعا زي ما احنا عارفين ان البني ادمين او الانسان عموما كل فتره بيحتاج اللي هو يستجم كده، محتاج يقعد في ميه سخنه يلم عظمه، انت فاهم انت بقى، ويحط رجليه على الاقل في ميه سخنه، انت فاهم انت شعور الراحه ده. بس الموضوع دوت بيروح لحته ابعد في الزواحف. الزواحف بتحتاج الميه السخنه تساعدها على تغيير الجلد، هي انت فاهم برضو شعور الراحه، وان انت تروق على زواحفك من الاخر. من يومين او 3 ايام تقريبا الساند بو اكلت فارين من اللي هم الفطام دول، محتاجة بقى تدخل على حمام المياه السخنة علشان تروق على حالها كده، فاهم؟ وتقعد بقى تهضم مع نفسها، والحرابي كمان محتاجة الحوار دوت. فالنهاردة هنحمي الزواحف كلها في مياه سخنة، ونقول ازاي ان انت تقدر تحميها، وازاي تشوف درجة الحرارة بتاعت المياه كويس، والكلام ده كله. بس قبل ما نعمل اي حاجة من دول، خلينا نروح نأكل الورق. افترس بصوا بقى يا جدعان، ما يبقاش شرس قد لما يبقى في القفص، ويبقى بره الحوض، ويبقى اللمبه شغاله. لما بره الحوض سهل جدا تتعامل معاه، ويحبك ويمشي معاك عادي. من جوه الحوض يقلب التنين المقاتل شبه ما انتم شايفين كده. كده بقى الورق الكلى يا جدعان، ماشي. نخش بقى في مضمون الفيديو بتاع النهارده، وهو ازاي نعمل ميه دافيه للزواحف. طبعا هي مش محتاجه فقاقه، هي ميه دافيه عاديه، ولا هي ساقعه خالص ولا هي سخنه خالص، هي هتبقى فوق الدافيه بشويه، اللي هو هيبقى فيها سنه سخونيه بس. يلا نعملها. بس يا جدعان، تشت صغير، ميه دافيه، ميه مش محتاجين تبقى فيها اي افتكاسات، يا في حدود درجه حراره 30 35، حاجه زي كده يعني، هتبقى ميه دافيه حلوه. بس اللي ناقص في الميه الدافيه ديت الزواحف بتاعتنا بقى. عندك سلحفاه تحطها في ميه دافيه، عندك تعبان تحطه في ميه دافيه، عندك حلبه تحطها في ميه دافيه، ضبه تحطه في ميه دافيه، فاهم؟ تعمل كده، دي له مساج كده، انت فاهم؟ اصلا احنا جايبين عاملين له ميه دافيه علشان نريحه، فاهم؟ هو هيمشي لوحده في الميه الدافيه كده، فاهم؟ هو حابب الحوار اصلا. على اي وساخه تشيلها بايديك كده، اي تراب، تلمع التعبان بتاعك من تحت. المياه الدافيه مفيده جدا، انها بتخلي الجروح تلم بسرعه، فاهم؟ يعني لو التعبان بتاعك متعور هتمشي مع تغيير الجلد والمياه الدافيه. الحلبات دي فعلا اللي كانت محتاجه الحمام ده قوي، لانها بتاع ده، انها متربه قوي، فاهم؟ تبدا كده من تحت. هي بص، الحربات كده كده بتاعت اصغر، فاهم؟ مش هتلاقيها تحب الحوار ده قوي زي التعبان او زي الضب او زي السلك. النتايه اللي ممكن تحب الحوار ده تتذكر، انت لو تلاحظ ان هي بقى اسلوبها في الدفاع عن نفسها ضد الغرق. طبعا كل حاجه بتبقى لها اسلوبها في الدفاع عن نفسها ضد الغرق. طبعا حرباها زي ما انت شايف بتملى نفسها كيس هوا او حاجه زي كده، شوف ملت نفسها اصلا، وهي بتبقى رفيعه، هتملى نفسها كيس هوا علشان تقدر تخلي نفسها تطفو او كده، تحاول تزود حجمها باي طريقه علشان ما تغرقش، عشان ما تنزلش لتحت، عشان تطلع لفوق دايما.
حاجه بقى تديها رشه كده حاجه بسيطه وكده. ده التعبان خلص كده هتقوم اهم حاجه بعد الحمام دوت تقوم تنشف عشان ما يجيش برد بعد كده، عشان لو جاله برد بقى تحتاس في العلاج وكده، تقوم تنشف علشان تحطها على طول في الحوض وما يجيلهاش برد. اسيب الحربات هنا شويه واقوم انشف. حلو اهوت وهديه خالص اهو، بدا يفهم ان الموضوع فعلا حلو وفعلا مفيد وفعلا بيفيد في الراحه جدا. اديها كده رشه هنا كده اهم حاجه بقى بعد الحوار ده كله يا جدعان التنشيف. اهم حاجه تنشف. شوف بيرفع لسانه ازاي، تقريبا شرب ميه او حاجه. يلا بقى نقوم يا جدعان، كله رجع بيته وكله مبسوط، كله مبسوط بحمام الميه. يلا رجع التعبان بيته وطلعنا اهوت. ايه رايكم في الجمجمه دي؟ عامله شغل صح؟ جمجمه قطه دي كده. كله بقى مبسوط، كله بقى كويس كده يا جدعان. يكون فيديو النهارده خلص، ما تنساش تعمل لزواحفك حمام ميه دافيه علشان الموضوع ده فعلا مفيد جدا ليهم. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، يا ريت خلونا نوصل 800 مشترك في اقرب وقت. اشوفكم بخير.